بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح على بركة الله الملتقى العلمي التونسي الدولي للاقتصاد والمالية الإسلامية في نسخته الأولى تحت عنوان المؤسسات المالية الإسلامية، إدارة المخاطر والهندسة المالية والاستقرار المالي. هذا الملتقى منظم من قبل جامعة الزيتونة والجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة. نود في البداية الترحيب بكل ضيوفنا الكرام من تونس ومن خارج تونس، أساتذة وطلبة ومهنيين، ونخص بالذكر الأستاذ أشرف داود من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والأستاذ محمد أشتاي مدير مركز درهان للاقتصاد والمالية الإسلامية بالمملكة المتحدة. كما نرحب بالأستاذ عبد الحميد البعلي من كلية القانون الكويتية العالمية، والأستاذ إيوانيس أكيزيديس من جامعة زيورخ من سويسرا. كما نوجه شكرنا إلى الراعي الرسمي لهذا الملتقى وهو مصرف الزيتونة الذي عودنا بدعمه المستمر لبث هذه التظاهرات العلمية وحرصه على النهوض بعلوم الاقتصاد والمالية الإسلامية. نشكر أيضا كل من ساهم في انعقاد هذا الملتقى: بنك الوفاق، الزيتونة تمكين، الزيتونة تكافل، والمعهد العالي للحضارة الإسلامية. برنامج اليوم سيكون كالآتي: كلمة افتتاحية لجامعة الزيتونة والممثلة في شخص الأستاذ منير تليلي نائب رئيس الجامعة، تليها كلمة لرئيس الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي الأستاذ رضا سعد الله، ثم كلمة لممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الأستاذ أشرف داود، الذي سيقدم بعد ذلك المحاضرة العلمية الأولى مدلوة بنقاش حولها. بعد استراحة نعود لنستمع إلى المحاضرة الثانية والتي سيقدمها الأستاذ محمد أشتار. تنتهي بذلك الحصة الصباحية الأولى الغداء من الساعة 12 إلى الساعة 1، وتكون صلاة الجمعة من الساعة 13 إلى الساعة 14 بعد الظهر في هذا النزل في القاعة المجاورة لهذه القاعة. تنطلق بعد ذلك الحصة المسائية المخصصة لمناقشة البحوث المقدمة للملتقى، وهي تقريب عددها 60 بحث، تقريب فيها ما يقارب 15 بحث من أساتذة وطلبة من خارج الجمهورية التونسية. حتى لا أطيل عليكم أكثر، أحيل الكلمة إلى نائب رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ منير التليلي، وهو كذلك رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ضيوف تونس المبجلين، أبناتي وبناتي الطلبة، زملاتي وزميلاتي الأساتذة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإنه من دواعي الغبطة والسرور أن نفتتح في تونس الخضراء، في تونس الزيتونة، أن نفتتح ملتقى الأول لمعالجة
قضية هامة من قضايا المالية عموماً والمالية الإسلامية خصوصاً هي قضية المخاطر في عالم متقلب، في عالم نجد فيه القوي معرض للمخاطر، فما بالك بدولنا ومؤسساتنا الفتية التي تعترضها مشاكل جزء منها داخلي وجزء آخر منها خارجي. كان التمويل الإسلامي قبل 50 عاماً مجرد حلم لكثير من المتخصصين، ولكن ومنذ انطلاقته بل العلماء والباحثون بذل العلماء والباحثون جهودا مضنية لتمهيد الطريق، حتى أصبحت صناعة التمويل الإسلامي من أسرع الصناعات نموا. وخذ التمويل الإسلامي مع مرور السنين باهتمام متزايد في السوق المالي العالمي، خاصة عندما أظهر قدرا أكبر من التحمل والتعافي من الاضطرابات التي صحبت الأزمة المالية العالمية 2007 و2009. وبالتالي فإن التمويل الإسلامي قادر على أن يكون نظاما ماليا ذو كفاءة وإنتاجية عالية، إلا أنه ولأسباب عديدة يمكن القول أيضا بأن هذه المؤسسات ليست في مأمن من المخاطر، فعلاوة على المشترك في أنواع المخاطر مع المؤسسات التقليدية فهي ملزمة بضوابط الصيرفة الإسلامية، وهي مخاطر ذات طبيعة وخصائص مختلفة. وعلى هذا الأساس وقع تقسيم المداخلات والمشاركات في هذا الملتقى الأول إلى محاور 5. الأول إدارة مخاطر المؤسسات المالية الإسلامية. المحور الثاني تمويل الشركات والاستقرار المالي. المحور الثالث الإجراءات التنظيمية والاستقرار المالي. المحور الرابع الهندسة المالية والاستقرار المالي. والمحور الخامس قضايا فقهية في إدارة المخاطر. إذن أمام هذه الصعوبات المختلفة ونسيما تلك الكامنة في سياق التمويل الإسلامي التي تعد مختلفة بدرجة أو بأخرى عن المستخدمة في المؤسسات المالية التقليدية، أمام هذه الصعوبات نعتقد أن فهم المخاطر المحتملة وإدارتها من الأمور الحاسمة التي تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على استمرار تقديم الخدمات المالية لحرفائها بطريقة آمنة وسليمة. وبما أن المؤسسات المالية الإسلامية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي في بلدنا، فمن الضروري التزام عملياتها أيضاً بالاحتياطات اللازمة للحفاظ على متانة الاقتصاد. ويستمد المنظور الواسع للمخاطر وإدارتها من مقاصد الشريعة الإسلامية التي من أهمها حفظ المال، وهو ما يؤكد على أهمية اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحفاظ على الثروة في الحاضر والمستقبل. وبأن المخاطر في الاقتصاد تمثل خسارة محتملة للثروة فهي بناء على هذا المقصد غير محبدة من المنظور الإسلامي، إلا أنه لا مناص منها لتوليد الثروة والقيمة.
ومن المنظور الإسلامي لا يتم الحكم على الأنشطة الاقتصادية بحسب المخاطر الملازمة لها، بل بالقيمة المضافة أو بالثروة التي تولدها. وعلى هذا الأساس حدد الفقهاء ثلاثة أنواع من المخاطر. الأول الخطر الأساسي المتأصل في جميع المعاملات التجارية، وهو ضروري ويجب تحمله لجني الأرباح من هذه المعاملات. والثاني محرم الذي يكون على شكل غرر فاحش. والنوع الثالث والأخير هو الخطر الجائز كالمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وهذه المخاطر يمكن تحملها أو تجنبها. ولعلنا اليوم بهذا المنطقة الدولي الأول للاقتصاد والمالية الإسلامية المنظم من وحدة الاقتصاد والمالية الإسلامية التابع للمعهد العالي لأصول الدين جامعة زيتونة، سنستعرض أو نستكشف الأدوات الممكنة لإدارة المخاطر وآلياتها، كما سنناقش الاستعمالات الحالية للمشتقات المالية الإسلامية في ضوء مختلف أدوات التحول التي تم بناؤها على أساس العقود والأدوات التي أقرتها الشريعة البراء. وفي الختام أود أن أغتنم هذه الفرصة باسم السيد رئيس جامعة الزيتونة، باسم أعضاء وحدة الاقتصاد والمالية الإسلامية، باسم مدير المعهد العالي لأصول الدين، لأشكر مختلف البنوك ومؤسسات التأمين التكافلي ومؤسسات التمويل الأصغر والشركات التي أسهمت معنا في تأسيس هذا الملتقى، كما أشكر كل من أسهم في إعداد هذا الملتقى من زملاء الأساتذة، وأخص بالذكر منهم الأستاذة ختام بن جديدية، الأستاذة هدى بن مهدي، الأستاذة كوثر التومي، والأستاذ محمد الروبي، والأستاذة منجية السويحي مديرة مدرسة الدكتوراه، والأستاذة سماح بن فرح، وكل زملاء الأساتذة الذين أسهموا من قريب أو بعيد في محاولة إنجاح هذا الملتقى، كما أشكر أبنائي وبناتي طلبة الماجستير في المالية الإسلامية. أشكر أيضا الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها الأستاذ الدكتور رضا سعد الله، ومحاسب الجمعية الأخ الفاضل لحبيب غربال. وفي الأخير أرحب من جديد بضيوف تونس الزيتونة، ضيوف تونس الزيتونة المبشرين. أرحب بالباحثين والأساتذة الأجلاء من بلدان صديقة وشقيقة عديدة، أذكر منها من الجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان وغامبيا والسنغال وسلطنة عمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وماليزيا وأندونيسيا وباكستان وفرنسا وهولندا وسويسرا وإنجلترا واليابان، وإن شاء الله ما نكونش نسيت بعض من والولايات المتحدة الأمريكية وبنغلاديش وغيرها إن شاء الله من بلدان الصديقة والشقيقة. كما أشكر الباحثين الذين تكبدوا عناء السفر وعناء إعداد ورقات بحثية وصل حدها إلى 60 بحث، إن شاء الله سيكون لنا معها سباق كبير ونشاط كبير علمي، ونأمل إن شاء الله أن نختتم هذا الملتقى بمخرجات تعين مؤسساتنا الاقتصادية وتبين أن هذه الجامعة الزيتونية التي تأسست
سنة 116 للهجرة، والتي عانت الكثير في فترات تاريخية عديدة. نأمل أن هذه الجامعة تعود من جديد لتشع بعلمها لا فقط على جنوب، على شمال البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا الشرقية والغربية، ولكن على العالم كله بما تمتاز به من خطاب وسطي معتدل منفتح على الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على هذه الكلمة أردت الإشارة فقط إلى أول شيء، كون الكلمة الأولى كانت ستكون نصيب رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ هشام فريصة، لكن تعذر عليه القدوم وذلك لأسباب صحية، نرجو له إن شاء الله الشفاء العاجل. كذلك إضافة صغيرة، كذلك أرحب كذلك بأساتذة الزيتونة الأستاذ برهان النفاذي والاستاذ منجيه السواكي والاستاذ سماح الفرح، وكذلك من جامعه تونس كذلك الاستاذ محمد سامي النبي، يعني نورتونا اليوم. نعطي الكلمه الان الى رئيس الجمعيه التونسيه للاقتصاد الاسلامي الاستاذ رضا سعد الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ الدكتور منير الثيلي نائب رئيس الجامعة جامعة الزيتونة، الأستاذ الدكتور داود أشرف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد غروبي المشرف الأول عن تنظيم هذا الملتقى المبارك إن شاء الله، السادة الأساتذة والعلماء الأفاضل الذين شرفونا بالمشاركة في هذه المناسبة العلمية المتميزة إن شاء الله، وجاءوا ليثروا فعاليات هذه الندوة بعلمهم وخبرتهم، والذين جاءوا من أماكن بعيدة أحييهم وأتمنى لهم طيب الإقامة بيننا، وأتمنى للجميع الاستفادة من علمهم وخبرتهم، أحييهم وأجلالا لهم وتقديرا لهم أذكرهم بالاسم. الأستاذ الدكتور عبد الحميد البعلي العميد الفخري لكلية القانون الكويتية، الدكتور محمد السوتاري من جامعة دارما، الدكتور يونسيس أكيزيديس من جامعة زيورخ، والمشارك الآخر الذي سنستقبله غدا إن شاء الله وهو الدكتور كبير حسن من الولايات المتحدة الأمريكية، الأساتذة الباحثين الذين قدموا لهذا الملتقى ببحوثهم، ونتمنى لهم حسن التفاعل فيما بينهم ومع غيرهم من المشاركين في هذه الندوة، وأحييهم أيضا وخاصة من جاء منهم من خارج الوطن ضيوفا مبجلين على تونس وعلى جامعة الزيتونة. السادة الباحثين من جامعة الزيتونة، أساتذة جامعة الزيتونة الحاضرين، السادة الحضور الباحثون وطلبة جامعة الزيتونة، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. في هذه الكلمة المرتجلة التي لن أطيل فيها الحديث، أعد أنه من المناسب أن أبدأ كلامي بتهنئة جامعة الزيتونة، تهنئة جامعة الزيتونة على تنظيم مثل هذا الملتقى، وأعتقد أنه الأول من نوعه بالنسبة لجامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة جامعة عريقة تضرب جذورها في التاريخ، كما ذكر من قبل نائب رئيس الجامعة، يعود إنشاؤها إلى بداية المئة الثانية من القرن، بداية المئة الثانية من التاريخ الهجري. وهذه الجامعة عرفت منذ فترة قريبة تجديدا وعودة روح، ولأول مرة في التاريخ الحديث لجامعة الزيتونة نجدها تخرج عن الإطار المألوف الذي وضعت فيه لمدة من الزمن، والذي حوصر فيه عملها داخل المسائل الشريعة بالمعنى الضيق للشريعة، وانفتحت الآن على الاقتصاد، وأصبح لها إجازة في الاقتصاد والمالية الإسلامية، وماجستير في المالية والاقتصاد الإسلامي أيضا، ودكتوراه، وأصبحت لديها وحدة بحث في الاقتصاد والمالية الإسلامية. وهذا أعتقد أنه تطور نوعي مهم يجب أن ننوه به، ونتمنى للجامعة أن تستمر في هذا التجديد، وأن تتطور لتصبح جامعة مشعة على العالم الإسلامي كما دأبت أن تكون في تاريخها الطويل. بعد هذا الكلام عن جامعة الزيتونة، بعض الملاحظات حول الموضوع الندوة أو موضوع الملتقى. سنتحدث خلال هذا الملتقى وسنتناول بالبحث والمناقشة مواضيع تهم المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية إدارة هذه المخاطر، وعلاقة هذه المخاطر بالاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. مسألة المخاطر طبعا هي في جوهر العمل المالي، سواء كان إسلاميا أو تقليديا. كل المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية تتعرض إلى مخاطر، ولكن هذه المخاطر قد تختلف. هناك بعض المخاطر المشتركة بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية، وهناك مخاطر أخرى تنفرد بها أو تتميز بها المؤسسات المالية الإسلامية. المخاطر طبعا من اسمها نعرف أن لها أهمية، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الاستقرار المالي، ولها تأثير على من وضعوا أموالهم لدى المؤسسات المالية، وأيضا لها تأثير على الاقتصاد من وراء تأثيرها على القطاع المالي. فالإدارة الجيدة للمخاطر أمر على قدر كبير من الأهمية، وإدارة المخاطر لها علاقة بالهندسة المالية وبتطوير منتجات مالية جديدة لمواجهة أو للتعامل مع المخاطر. لكنني أريد أن أضيف بأن أسلوب إدارة المخاطر قد يخلق مخاطر على المؤسسات المالية الإسلامية نفسها. يعني من جهة ندير المخاطر، لكننا قد نخلق أو قد نولد مخاطر
جديدة وممكن أن نسميها مخاطر وجودية على المؤسسات المالية الإسلامية. أبين إذا كان إدارة المخاطر تنهج نهج محاولة التقليل من المخاطر إلى درجة تقارب الصفر، يعني إلغاء المخاطر، فإن ذلك قد يتعارض مع أسس المالية الإسلامية، الأسس التي قامت عليها المالية الإسلامية والتي تميزها عن غيرها عن المالية التقليدية، والتي جذبت إليها انتباه الغربيين من المختصين في التمويل والمالية عموما. المالية الإسلامية وخاصة عندما بشرت بتعويض جزئي على الأقل لأسلوب المداينات القائم على الإقرار والاقتراض بفائدة، عندما بشرت بتعويضه جزئيا بالمشاركات سواء الشركة أو المضاربة، أسلوب المشاركات القائم على المشاركة في الأرباح وفي الخسارة، يعني هذا الأسلوب مبني على استعداد المتعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية واستعداد المؤسسات المالية نفسها على القبول بمخاطر، حتى أن استحقاق الربح في التمويل الإسلامي مرتبط بالاستعداد لتحمل مخاطر إضافية بالنسبة لمخاطر الائتمان التي تتعرض إليها حتى المصارف التقليدية. وهذه المخاطر الإضافية هي مخاطر مرتبطة أساساً بملكية الأصول الحقيقية. فالمخاطر المرتبطة بالملكية هي مخاطر ضرورية للتمويل الإسلامي، وهذا ما تجيزه القاعدة الفقهية التي يعرفها تقريباً الجميع، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالاستحقاق الربح مرتبط بالاستعداد لتقبل المشاركة في المخاطر. فالتنبيه هنا أنه يجب على من يعمل في الهندسة المالية وتطوير منتجات مالية إسلامية، يجب عليه أن يتنبه إلى أن لا يذهب بعيدا في محاولة دفع المخاطر إلى درجة أن نلغي المخاطر تماما، وأن يصبح التمويل الإسلامي تمويل بدون مخاطر، ويصبح تقريبا تمويل بعائد ثابت دون مخاطرة. ولعلكم تدركون ما آلت إليه قضية الصكوك في التمويل بالصكوك في المالية الإسلامية، ومحاولة تقديم السكوك على أنها تقريبا أدوات تشبه أدوات دين بدل أن تكون أدوات ملكية. فهذا ما أردت أن أنبه إليه، أن يجب أن عندما نتناول إدارة المخاطر في المالية الإسلامية وفي المؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن نتنبه إلى عدم الانزلاع إلى وضعيات يمكن أن تجعل المالية الإسلامية مجرد مسخ للمالية التقليدية، وتفقد حقيقة ما يميزها وما قامت عليه أساسا في بدايتها. أتمنى للجميع أن يتفاعل إيجابا مع كل ما سيناقش ويعرض في هذا الملتقى، وأتمنى أن نخرج من هذا الملتقى جميعا أفضل مما دخلنا إليه علما وتجربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.